النهاردة هنتكلم عن الجينيتال هيربس أو الهيربس التناسلي. التعريف هو مرض معدي جدا ينتقل بالممارسة الجنسية ومنتشر جدا. ليه؟ لأن معظم المصابين به ما عندهم علم أنهم مصابين. سبب المرض هيربس سيمبلكس فيروس، فيروس HSV اسمه هيربس سيمبلكس فيروس. الأعراض أساسا الأعراض بتكون يا إما أحيانا بتبقى طفيفة لدرجة أن المصاب لا يعلم بها مطلقا، أو بتكون شديدة. أحيانا الأعراض دي بتكون متكررة، وأحيانا بعض الأشخاص لا تتكرر عندهم أبدا. وفي الغالب النوبة الأولى بتكون أشد، والنوبات المتكررة بتكون أقل شدة. الأعراض أساسا أثاليل صغيرة حمراء مؤلمة أو تقرحات في منطقة الأعضاء التناسلية وما حولها، مهبل، الشرج وما زال، مع آلام وحكة. دي تميز الهربس. البداية ألم، أحيانا يكون ألم وحكة وبعدها تظهر الأثاليل وبعدين تتحول إلى تقرحات أو تقيحات وتنز منها دم أو سائل زي ما في الصورة كده، زي ما احنا شايفين في الصورة. الأعراض قد تكون مصحوبة بأوجاع وألم في البول، أوجاع في الأعضاء التناسلية وما حولها. والأعراض برضو ممكن تكون مشابهة لإنفلونزا، صداع، ألم في الجسم والعضلات، حمى، مع التهاب في الغدد الليمفاوية المحيطة بالأعضاء التناسلية في منطقة في الإربي في المنطقة التناسلية. التكرار أحيانا بيكون المرض متكرر على مدى عدة سنوات، وأحيانا لا يتكرر أبدا. هذا يتوقف على مناعة الجسم وصحة الإنسان. العوامل التي تساعد على التكرار هي مثلا الضغط النفسي، الدورة الشهرية، نقص المناعة، المرض، عملية جراحية، احتكاك شديد أثناء العملية الجنسية، التعب والإرهاق. مسبب الهربس نوعين من الهربس، 1 و2، HSV1 و2. الأولاني هو سبب الهربس الفموي، وأحيانا يكون سبب برضو للهربس التناسلي، لكن النوع الثاني هو سبب الهربس التناسلي سواء كان معاه تقيحات أو لا. طريقة نقل المرض غالبا عن طريق الممارسة الجنسية، ممارسة مع شخص مصاب، أو استخدام الإبر المشتركة زي في حالة الناس اللي بتتعاطى مخدرات، أو الأم الحامل لما بتنقله للجنين وكده بيبقى مرض خطير بيؤدي إلى وفاة الجنين. طبعا المرض لا ينتقل بواسطة المراحيض أو المناشف لسبب بسيط جدا، وهو الفيروس لا يستطيع الحياة خارج جسم الإنسان. تشخيص الهربس التناسلي يا إما عن طريق التشخيص الإكلينيكي بواسطة الدكتور، أو عينة دم، أو عينة من الأنسجة بيتم تشخيص المرض. علاج الهربس التناسلي، علاجه في أدوية. هدف الأدوية ديت تخفيف أو شفاء التقيحات. في أدوية زي الأسايكلوفير وأرايبو، تلات أنواع مش مهم الأسماء أو مفعولها، هو شفاء التقيحات ولكنه لا يقضي على المرض تماما. ده أول مفعول. يبقى مفعول الأدوية هو تعجيل شفاء التقيحات والجروح وتقليل وتيرة النوبات والتكرار. تاني حاجة الوقاية، لأن تناول الأدوية بصورة صحيحة يقلل من فرصة نقل العدوى.